الرحمن الرحيم. معكم الدكتور حسن الصويني، عضو الشبكة الجمعوية المحلية لدعم وتأهيل أشخاص في وضعية إعاقة بوسلان. تنظيم هذه الشبكة، أي الشبكة الجمعوية المحلية لدعم وتأهيل أشخاص في وضعية إعاقة بوسلان، بالمركز المندمج للتكفل بالأطفال في وضعية إعاقة بالمجد جماعة وسلان، يومه الثلاثاء 14 نوفمبر 2023، حملة طبية، وذلك بدعم من مجلس جماعة وسلان وتحت إشراف الإدارة الترابية لجماعة وسلان بشخص السيد الباشا والسيد قائد الملحقة الإدارية، وكذلك الشكر السيد العامل الذي ما فات يقدم الدعم لهذا المركز، وكذلك بدعم وبتمويل كذلك من شركة لافاج غوسيم المتواجدة بالمنطقة. إذن ينظم هذا اليوم حملة طبية لفائدة الأشخاص في ذوي الإعاقة والذين هم يتابعون دراستهم بالمؤسسات التعليمية بجماعة وسلان، مدرسة عبد الله قنون، مدرسة عمر الخيام، مدرسة عمرو بن العاص، وكذلك بعض المؤسسات التعليمية بجامعة خيسا كمدرسة المخاطر والمناطق المجاورة، وذلك من أجل تصنيف الأشخاص في ذوي الإعاقة وتقويمهم عن طريق التشخيص الطبي، حيث يحضر معنا دكتور اختصاصي في الطب النفسي بسيكياتر، ثم كذلك المعالج النفسي، وأخصائي في تقويم النطق، وأخصائية في التروية الطبي، ثم كذلك اختصاصي في طب العيون، وكذلك في البصريات، تقني في البصريات. هؤلاء الطاقم الطبي والشبه الطبي يقومون بتصنيف الأشخاص في ذوي الإعاقة والذين يتابعون دراستهم مؤسسات تعليمية بجماعة وسلان والجماعات المجاورة، وذلك من أجل تقديم علاجات طبية أولا، وكذلك خطط تعليمية ملائمة لكل فئة من هذه الفئات. معكم أخصائية تربية النطق لمياء بن نيس. اليوم كانت واجدوا في مركز ويسلان لإدماج الطفل المعاق. كان نرحبوا بالآباء والأطفال اللي اليوم ساهموا معنا في هاد الحملة الطبية، وكان نشكر رفقاء ديالي بالطبع لبسيكيات لبسيكولوج لكيني على تدخل المشاركة ديالهم. اليوم جينا باش نديروا تشخيص للأطفال اللي كيعانوا من بعض الاضطرابات الحركية ولا اضطرابات النطق ولا اضطرابات عصبية، وبجهد الله توفقنا إن شاء الله باش نشوفوا يعني لا بلوبار ديال لي باسيون، وإن شاء الله عادي تكون متابعة ديالهم هنا في المركز أو في أقسام الإدماج اللي كيتواجدوا في المدارس باش نتبعوا الملفات ديالهم إن شاء الله بإذن الله.